في أنديتنا عموما المدرب هو الحلقة الأضعف، ولأن منظومة الهلال منظومة رائعة متماسكة أعطت الفرصة لهذا المدرب صاحب السيرة الذاتية المميزة بأنه يقدم عمل ويقدم نتائج. ما ننسى طبعا في بداية الموسم أنه كان في عدم رضا كامل على أداء هذا المدرب، ولكن مع قليل من الوقت فرض الهلال شخصيته وتحسنت وتصاعدت مستوياته، قدم أداء على كل المستويات وقدم نتائج على كل المستويات وحصل في دروب. الهلال بيستقبل أهداف كثيرة، الهلال الآن يصحح من أخطائه، والهلال بمدربه وبمسيرة فريق كامل منظومة عمل كاملة يصل إلى النهائي. إذا المدرب مميز وإذا كل المعطيات أمامك تقدم عمل يستمر هذا المدرب. ما ننسى أنه عندنا محطة النهائي، محطة النهائي طبعا الحصول عليها تعطي دافع كبير للمدرب وتعطيه قوة وتعطيه فرصة لمزيد من النجاحات. لا سمح الله لو في أي نتيجة عكسية حتؤثر على المدرب حتى لو كان من أفضل المدربين في العالم. نرجع نقول أن المدرب مميز في بيئة مميزة أعطته كامل القدرات والصلاحيات أنه يقدم شيء على أرض الميدان، والسبب منظومة هلالية قوية ومتماسكة. طيب حنروح للفاصل بعد الفاصل.